الأصدقاء الطفولة عندنا مجموعة أصدقاء الحارة في ملعب الشارع في فترة من الفترات، والملاعب المؤهلة في فترة متأخرة، بس كان الشارع هو الملعب الرئيسي لنا، وكنا نعمل العديد من المباريات فيها الشارع، إلى أن تطورنا وأصبحت في ملاعب رسمية وتقام فيها المباريات، سواء بين الحارات أو بين المجموعات. وكنا الحمد لله بين الود بيننا والصداقة والمحبة، سواء عاد في الشارع أو في المدارس من ناحية الأماكن الرياضية، الملاعب والصالات الرياضية. أنا كنت يعني على ما قال لاعب حر، أي مكان ممكن أني ألعب فيه، فما كان ما كان عندنا هكا التوزيع الرسمي مثل ما هو موجود الآن. المنافسة لا تخلو من الاحتكاك، لكن احتكاك وقتي قد يكون بسبب نرفزة أو بسبب نشوة فوز، فيعني بعد نهاية المباراة ينتهي كل حاجة. أول المصروف كان 4 قروش أيام القروش، ونرجع قرشين، يعني غالبا تكون أشياء خفيفة، يعني من الـ سواء المشروبات أو المأكولات أو الخفيفة جدا، وما كانت طبعا متوفرة مثل الأيام هذه، لكنها على الأقل الواحد عنده شيء يشتري به حلاوة ولا يشتري به شيء يبل ريق.